بعد 18 سنة ونموشة ترجع لنا من جديد. لعبة الساموراي من شركة كابكوم ونموشة الجزء الأول ترجع لنا على أجهزة الجيل الجديد وبتعديلات كثيرة. اللعبة تحكي قصة الساموراي ساموروسكي أكيجي ومهمته في إنقاذ الأميرة يوكي في العصر الياباني القديم. وأكيد الريماستر راح يكون بتعديل الرسوم عشان تكون مناسبة لأجهزة الجيل الحالي مثل خلفيات وشخصيات مع دعم تحكم يد الأنالوج. وفي دعم بعد لأبعاد الشاشة 4:3 و16:9 عشان ما تكون أطراف الشاشة سودة، مع إضافة موسيقى جديدة وأصوات جديدة للشخصيات. والحين صار يمديك تلعب على الطور السهل من البداية عكس السابق. اللعبة من نوع أكشن هاك أند سلاش، يعني راح يكون في أسلحة وحركات متنوعة للقتال وحركات خاصة تعتمد على ردة فعلك. ومع تقدم القصة راح يكون عندك المجال في انك تلعب بين شخصية رئيسية وشخصية ثانوية كايدي، وهي عبارة عن بنت نينجا تعتمد على حركات سريعة. اكتب لنا في التعليقات اي من الشخصيات متحمسين تلعبون فيها، هل هو ساموروسكي الساموراي او كايدي النينجا.